بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة النهاردة إن شاء الله بتاعتنا في الهيت ترانسفير. بعنوان الانترنال فورسد كونفكشن. سريعا كده احنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت على كوندكشن كونفكشن ريديشن، وبعد كده اشتغلنا على الكونفكشن في الناتشرال كونفكشن وفي الفورسد كونفكشن. طيب خلصنا الناتشرال كونفكشن وعرفنا يعني ايه مع بعض الناتشرال كونفكشن، وما جينا نشتغل الفورسد كونفكشن قسمناه لجزئين، في اكسترنال فورسد كونفكشن والجزء الجديد بتاع النهارده اللي هو انترنال فورسد كونفكشن. كلمه انترنال يعني داخلي، طبعا الحمل القصري او الفورسد كونفكشن هيكون السائل بتاعي داخل المقطع او داخل الماسوره او داخل الكروس سكشن اللي هشتغل عليه. طيب الاكسترنال اللي هو كان المحاضره اللي فاتت كان الفلو على السطح من بره معايا ايا كان الاتجاه بيمر على السطح بالشكل ده، لكن الانترنال بيمر داخل القطاع بتاعي. طيب في شويه مفاهيم في الاول كده لازم نعرفها مع بعض. The terms pipe or ducts and conduits are usually used interchangeably for flow sections. يبقى المقاطع اللي احنا بنتكلم عليها ديت اللي هي البايب او الدكت او الكونديوت بنستخدمها في السريان او الداخل بحيث ان يبقى فيه يسري مائع داخلها، ايا كان المائع بقى ده عباره عن هواء ميه زيت ايا كان. In general flow sections of circular cross section as referred to as pipes، يعني اي مقطع دائري بنسميه pipes. طيب especially when the fluid is liquid and the flow section of non-circular cross section بنسميها ducts. يبقى اي حاجه non-circular بنسميها duct، واي حاجه circular cross section بنسميها ايه؟ pipes. طيب small diameters pipes are usually referred to tubes. يبقى انا لو انت سمعت مصطلح tube او pipe هما الاثنين بيرمزهم للرمز اللي هو ايه؟ شكل كروس سيركولار كروس سيكشن. بس الفرق بقى بين البايبس والتيوبس ان البايبس بتبقى لارج دايمترز والتيوبس بتبقى سمول دايمترز. يبقى انا عندي شكل الصوره ديت السيركولار بايب والريكتانجلر داكت. طيب you have probably noticed that most fluid especially liquids are transported in circular pipes. معظم السوائل بتنقل في مقاطع دائرية. This is because pipes with a circular cross section can withstand large pressure. تتحمل ضغوط عالية. يبقى أنا ميزة المقطع الدائري إن هو بيتحمل الضغوط العالية. Difference between inside and outside without undergoing significant distortion. يبقى أنا لو أنا همشي أو هيسرس المائع بتاعي في المقطع دائري من الداخل بضغوط عالية يبقى أحسن مقطع مناسب ليا السيركولار كروس سكشن. وحتى كمان لو نلاحظ هنا بتبقى المناطق الحواف دي بتبقى مناطق ضعف، فعشان كده يفضل لما همشي أي مائع داخل مقطع لازم يستحب إنه يكون دائري، وخصوصا لما يكون الضغوط العالية حتى تلاحظ إن إيه ما يبقاش في نقط ضعف لان الضغط ايه متساوي على كل النقاط بتاعي، لكن هنا في الحواف دي بتبقى ايه عباره عن نقط الضعف اللي ممكن في الحاله دي تحصل فيلير في القطاع ده او في القطاع ده او في القطاع ده. طيب النون سيركولار بايبس بقى are usually used in applications such as the heating and the cooling systems of buildings where the pressure difference is relatively small. يبقى فرق الضغط تقريبا صغير. The manufacturing and installation costs are lower. التركيبات طبعا في الحالة ديت والتصنيع بتبقى تكلفتها بسيطة. And the available space is limited for duct work. المساحة اللي احنا بنحط فيها المقاطع ديت بتكون مساحات ضيقة، فيستحسن ان احنا بنشتغل على rectangular duct بحيث زي ما انت بتشوف ايه كده عندك بتشوف اعمال التكييف المركزي او اعمال التبريد والتدفئة بتبقى الهواء بيسري داخل المقاطع ديت لان الهواء ده انت بردته وعايز تنقله لمسافه معينه عشان تبرد الغرفه اللي في اخر المكان. والسقف السائط بتاعك بيبقى مثلا الحيز الفراغ اللي فوق اللي انت بتحط فيه
اليوتيليتيز بتاعت حضرتك بتكون المساحه ضيقه، فمش هقدر احط مقطع دائري، فبنلجأ ان احنا نعمل ايه ريكتانجولار داكت، بحيث ان احنا بنقلل الارتفاع ونزود العرض، فبالتالي تقدر تنقل كميات هواء كبيره. نيجي بقى لشويه تعريفات مهمه قوي، لامينر والتربلنت فلو ان تيوبس. طيب يبقى انا في عندي نوعين من السريان، سريان مضطرب اللي هو التربلنت، وسريان لامينر اللي هو رقائقي. طيب فلو ان تيوب كان بي لامينر اور تربلنت ديبندينج اون ذا فلو كونديشنز، فلويد فلو از ستريم اند ذس لامينر ات لو فيلوسيتي but turns turbulent as the velocity is increased. كلما السرعه زادت السائل او الحاله بتاعي ممكن تتحول من اللامينر الى التربلنت. طيب نشوف دلوقتي في معظم most pipe flow encountered in practice are turbulent، يعني غالبا معظم السريان السوائل بيبقى اضطرابي. طيب laminar flow is encountered when highly viscous fluid، بس في برضه حالات ان بيكون فيها السائل laminar، وغالبا بتكون على السوائل ذات اللزوجه العاليه. Fluids such as oils in small diameter tubes or narrow passage. For flow in a circular tube, the Reynolds number is defined. طبعا تعريف رقم رينولد عندنا الرو في الفي افريج في الدايمتر على الميو، او الـ V average في الدايمتر على النيو. طيب حيث ان الـ velocity او الـ velocity الـ V average is the average flow velocity with D اللي هو diameter of the tube and النيو is kinematic viscosity اللي هي الميو على الرو. For a flow through non-circular tubes، طب انا بقى الكلام ده لو انا شغال diameter، لو انا عندي في المقاطع الدائرية. طيب لكن لو انا في حاله بقى مقاطع نون سيركولار تيوبس، الرينولد نمبر از ويل از نسلت نمبر ذا فراكشن فاكتور بيز اون هيدروليك دايمتر. الرينولد نمبر بيعتمد على ايه؟ حاجه اسمها الهيدروليك دايمتر. يبقى انا هنا الدايمتر بتاعي ديت في مقاطع الدائريه. طيب لو انا المقطع بتاعي نون سيركولار وليكن ريكتانجل او سكوير، يبقى انا في حاجه اسمها الدي هيدروليك. دي هيدروليك. طيب الدي هيدروليك عبارة عن ايه بقى؟ اربعة اريا على المحيط، او اربعة اريا كروس سيكشن على بريمتر. طيب لو انا عايز اتشيك، طبعا الاريا لو انا هتكلم عندي مربع بالشكل ده، يبقى الاريا للمربع ده عبارة عن المساحة الطول الضلع في طول الضلع، يبقى 4 A تربيع على محيط الكروس سيكشن ده عبارة عن ايه؟ 4 في ايه؟ هتشيل 4 مع 4، هيبقى يتفضل لي الديامتر هيدروليك للمربع عبارة عن الاريا اللي هو طول الضلع. طيب لو انا هاجي اخد مثال، لو انا عندي ريكتانجل، يبقى انا عندي طول ضلع A وB، يبقى الدي هيدروليك 4 الاريا الاي في البي على 2 اي زائد بي، يبقى الدي هيدروليك للمستطيل عباره عن 2 اي في بي على الاي زائد بي. طب انا عايز اتشيك على القانون ده في حاله الدايره، 4 المساحه على المحيط، 4 اضرب في المساحه باي دي تربيع على 4 على المحيط اللي هو الباي في الدي، هيطلع الدي هيدروليك دايمتر تطبيق القانون عبارة عن هو نفس الدايمتر. واضح يا شباب؟ يبقى احنا دلوقتي لو انا اي مقطع غير دائري، يبقى بطبق الدي هيدروليك 4 اريا كروس سيكشن على المحيط، او لو في السيركولر خلاص على طول عرفت ان انت بتشتغل على الدايمتر. كل ده علشان اجيب الدي هيدروليك لرقم رينولد، وبعد كده نعوض نجيب اي رقم رينولد. طيب بعد كده انا عايز اعرف احنا اللامينر او التربلنت اللي بيحدده لي ايه في المقاطع المغلقه. لو السائل بيمشي داخل كروس سيكشن مش خارج كروس سيكشن، يبقى رقم رينولد له فاليو قيمه.
الفاليو ديت عبارة عن ايه؟ هي ديت اللي احنا عايزين نعرفها علشان اقدر اقول لسيادتك ان كان ده سريان تيربلنت او سريان لامينر. بس نخلي بالك ان ده انترنال فلو او الفلو ان تايب التيوبس. الارقام الرينولد هنا بتختلف عن ارقام الرينولد لو انا كان اكسترنال فلو عشان اعرف تيربلنت او لامينر. طيب انا في الانترنال فلو جبت قيمة رقم رينولد وليكن اي قيمة. نيجي نبص مع بعض كده. طيب it certainly is describable to have precise value of Reynolds number for laminar, fear and the transient and the turbulent flow, but this is not case in practice. This is because the transition from laminar to turbulent flow also depends on the degree of disturbance of flow by surface roughness, الخشونة السطح, pipe vibrations and fluctuation in the flow. عشان كده ال disturbance او ممكن مثلا احنا يحصل لنا مشكلة احنا مش عارفين نحدد, فبعد نتيجة التجارب المختلفة حددوا بقى ارقام رينولد عبارة عن ايه؟ ان السريان بتاعي نسميه لامينر لو كانت رينولد اقل من 2300. يبقى اللامينر رينولد اقل من 2300 يبقى احنا على طول نقول السريان ده ايه؟ ايا كان بقى زيت, مية, جلسرين, ايا كان نوع الليكويد ايه, انت بس بتشوف رقم رينولد وتقول ان كان لامينر او تيربلنت. طيب طيب في حالة ان رينولد اكبر من 10,000 نقول ده فولي تيربلنت, يعني تيربلنت بنسبة 1,000,000% كله تيربلنت اكبر من 10,000. طيب ما بين الرقمين دولت من 2300 ل 10,000 يبقى ده بنسميه ايه؟ الترانزيشنال ان بتوين. ده اللي هو المرحله الانتقاليه اللي احنا قلنا عندنا في لامينر وفي ترانزيشن وفي تربان. طيب but it should be kept in mind, لازم نخلي في بالنا that in many cases the flow becomes fully turbulent for Reynolds 4,000. وبعض ايه احيان او غالبا ان ممكن يبقى fully turbulent مش عند العشره, لا عند الاربعه. As discussed in the topic of special interest later this chapter. بعد كده بقى احنا هنشوف ايه. يبقى احنا اتفقنا. طب انا ايه اللي يخليني بقى ايه المرحلة الانتقالية؟ فانا بأمن نفسي في الحسابات وبعتبر ان التربلنت بقى مش هتبقى تبتدي من عند 10,000, لا هتبتدي من عند كام؟ 4,000. يبقى بعد كده بقى هناخد رينولد عند 4,000 ان ديت هنفرضها to be a turbulent. طيب هو السريان اللي جوه المقطع لما احنا كنا بنقول ايه fully turbulent يتحول fully turbulent. طيب في حاجة تانية بقى عندنا اسمها ال entrance region, منطقة الدخول. ال entrance region اي سائل لو انا عندي مثلا خزان كبير بالشكل ده كده, وعندي سائل موجود فيه وفي ماسورة خارجة بالشكل ده كده. طيب السائل الماسورة اللي موجودة خارجة من الخزان ديت في حاجة اسمها الـ entrance region, منطقة الدخول. المية اللي خارجة بتخرج الـ velocity average على مقطع الماسورة كله كده, بتكون المية سرعتها متساوية على كل مساحة المقطع. بعد كده بتبتدي لو انا هعمل اشوف نقط تساوي السرعه او الفيلوستي بروفايل, هتبص تلاقي الميه ايه سرعه نقطه الميه الملامسه للجدار بتبتدي تقل. ليه بقى؟ لان بتتاثر بقى بالمقطع, بتتاثر بجدار الماسوره بقى بالفريكشن, معامل الاحتكاك ان بيحل ايه سرعه النقطه ديت بتبتدي تقل. وفي الكور او في المنتصف سرعه نقطه الميه بتكون اعلى ما يمكن, فبيبتدي يتشكل معايا حاجة اسمها الفيلوستي بروفايل. والخط ده هنا لو تلاحظ احنا قلنا في الاول السرعة المية على كل المقطع متساوية, يبقى الفي افريج يشوف الخط بتاعها عامل ازاي. بعد كده على الاجناب السرعة بتقل, في المنتصف بتزيد, بعد كده هنا برضو بتقل اكتر وفي المنتصف بتبتدي تزيد. بيحصل بقى حاجة اسمها developing velocity profile, بيبتدي يتشكل الفيلوسيتي بروفايل على شكل البارابولا بتاعي. يعني في الاول
بيكون الفيلوسي بروفايل على شكل مستطيل بيبتدي ياخد الشكل البارابولا ده بالشكل ده كده. تمام. قرر رأيت الزهري تاني. نكمل مع بعض. احنا كنا بنتكلم على الانترانس ريجون او منطقة الدخول. يبقى احنا زي ما احنا شايفين كده الفيلوسي بروفايل بيحصل له تطور من الشكل ده كده لحد ما يوصل للشكل ده كده، وبيكمل بقية المسار بالشكل ده كده، واخد الشكل الفولي ديفلوبد فلو. طيب طول ما في بيحصل تطور للفيلوسي بروفايل بالشكل ده كده، طول ما في تطور ديت بنسميها الانترانس ريجون او منطقة الدخول. فعشان كده ديت بتبقى اسمها الهيدروديناميك انترانس ريجون. طول ما في تطور للفيلوسيتي تمام بتبقى ديت الانترانس ريجون. بعد كده بيبقى في ايه بقى اسمها الفولي او الهيدروديناميكالي فولي ديفلوبد ريجون. من هنا بقى لما لا نهايه لو الخط ده ماشي كده بتبقى ايه الفيلوسيتي بروفايل بتاعي خلاص فولي ديفلوبد فلو، خلاص السائل او السرعه بتاخد نفس الشكل ده ما بتتغيرش. طيب عايزين نعرف بقى من منطقة الدخول هنا لحد من البداية لحد ما يحصل الفولي ديفلوبد ديت بنسميها الانترانس ريجون. عايزين نعرف الطول بتاعها ده ال انترانس. عايزين نعرف الطول ده كده عبارة عن ايه. ماشي. طيب في المقابل ليها او في المناظر ليها لو انا بسخن بقى، يبقى انا هنا ديت شغال لو انا شغال في الويد ميكانيكس. طب الجزء ده بقى الهيت ترانسفير بتاعي في منطقة الدخول ديت درجة الحرارة لو أنا حاطط سخانات على سطح بتاعي معايا أو الليكويد بتاعي بيسخن من جوه، هو جاي سخن من جوه وبيحصل انتقال حرارة. أيا كان منطقة الدخول ديت زي ما أنا شغال في الفيلوسيتي بروفايل بتتغير، بشوف درجة حرارة السيرفيس بتاعي أو التي انترنس بتاعي بيحصل لها فولي ديفولوبد بالشكل ده كده برضه. يبقى أنا لو أنا شغال هنا في الفلويد بالفيلوسيتي يبقى انا هنا عندي التمبريتشر بتاعي، يبقى انا عندي الثيرمال باوندري لاير الطبقه الحديه بتاعي او الطبقه الحراريه الحديه، عندي درجه حراره السطح النقطه المائع اللي هنا لو انا عندي درجه حراره السطح بتاعي ثابته قيمه معينه وبتسخن السائل. فاول نقطه هنا اللي حاصل ايه ان عفوا ان درجه الحراره بتبتدي تزيد للسائل وهو ماشي، بحيث ان نفس درجة الحرارة متساوية للنقطة المائع اللي داخلي. فايه اللي بيحصل؟ نفس المسافة ديت، بس طبعا ال انترانس في الفلويد بتختلف في ال انترانس الهيت ترانسفير. فبرضه الحيث لما يحصل استقرار في درجة حرارة السائل من جوه فديت بنسميها الثيرمال انترانس ريجون. يبقى انا عندي ال انترانس ثيرمال وهنا ال الانترانس بتاعتنا يبقى دي الثيرمال. بعد كده بيحصل ايه؟ ثيرمالي فولي ديفلوبد ريجون، بتاخد البروفايل بتاعي بالشكل ده كده وبيكمل للنهايه. يبقى احنا عندنا الانترانس ريجون لحاجتين، للفلويد وللهيت ترانسفير. يبقى انا عندي ثيرمال باوندري لاير وهنا في عندي الفيلوسي لاير او الفيلوسي بروفايل بياخد الشكل ده. طيب لو انا هاخد الكيرف بالشكل ده كده على اتجاه اكس دايركشن، مع عندي في حاجتين الفراكشن والكونفكتيف هيت ترانسفير. احنا قلنا ايه؟ الانترانس ريجون لحد ما بيجي هنا بيحصل في الاتش فراكشن، يبقى ديت انتهت الثيرمالي اللي هي الاتش ال هيت ال انترانس، وبعد كده ال تي او اللي هي الثيرمال معايا. يبقى هنا بيسمي ديت الثيرمال باوندري لاير وديت بيسميها الفيلوسيتي باوندري لاير. لو تلاحظ ان الفيلوسيتي او ال انترانس بتنتهي بدري او بتبقى اقصر من ال ثيرمال. يبقى ال ثيرمال لو جينا نبص هنا كده ال ثيرمال زي ما احنا اتفقنا كده ال ثيرمال بتبقى اطول شويه من ال فيلوسيتي. طيب في حاله لامينر وفي حاله التربلنت، يبقى احنا علشان نتشيك لامينر او التربلنت لازم نجيب رينولد اللي هو رو في دي على ميو. طيب ال هيدروليك
او ال entrance في حاله اللامينر بتساوي 5% رينولد في الدايمتر. ال L thermal لللامينر بتساوي 5% رينولد في براندل بقى في الدايمتر، تمام؟ او ال L او البراندل في ال L thermal. ما احنا هنا لو شلنا ده كده وحطينا مكانه ال L entrance او ال هيدروليك، يبقى هي مضروبه فين؟ في البراندل. يبقى البراندل في ال L entrance. يبقى لو تلاحظ كده ايه، ان ال ثيرمالي اكبر شويه. طيب لو في حاله التربلنت بقى، بنفترض ان الاثنين او تقريبا التجارب اثبتت ان هي تقريبا قد بعض، الانترنس هيدروليك والانترنس ثيرمال بيساوي 10 ديامتر. طيب نيجي بقى هنعمل ثيرمال اناليسز او تحليل حراري. الكيو بتاعي بتساوي الام دوت في السي بي في الدلتا تي. طيب انا هدخل كميه حراره عباره عن ايه بقى؟ الماس فلوريت في السبيسيفيك هيت في الدلتا تي اللي هي تي اكزيت ناقص التي انلت لو انا واخد كنترول فوليوم بالشكل ده كده، وفي كميه حراره عايز اضيفها للمائع اللي بيتحرك ده. الانترنس بتاعي التي ان والاكزيت التي اي. يبقى انا هعمل انرجي بالانس، كميه الحراره هتنضاف عباره عن الماس فلو ريت في السي بي في الدلتا تي. طيب في عندي حاجه جديده اول مره هنشوفها اللي هي اسمها كونستانت سيرفيس هيت فلكس، اللي هي عباره عن ان كميه الحراره اللي انا بضيفها ثابته على مدار السطح. ففي الحاله ديت ان الكيو بتاعي بتساوي كونستانت، بس اللي هيحصل ايه؟ ان درجة الحرارة هتزيد بالشكل ده كده. انا عندي مقطع درجة حرارة المائع داخل بتي ان وخارجة بتي اكزت. طيب الـ variation of the tube surface and the mean flow temperature along the tube for case in constant heat flux. يبقى خلي بالك في constant heat flux وفي constant heat surface constant temperature. طيب لما انا هاجي الانترانس ريجون هيحصل بقى على مدار طول الاكس او طول الماسوره بالشكل ده كده. الانترانس ريجون درجه الحراره بتاعي هي تبتدي تعلى بالشكل ده كده لما يحصل الفولي ديفلوبد. طيب القانون بتاعي بيقول ايه بقى؟ كيو بتساوي الكيو سمول في الاريا او اللي هي الام دوت في السي بي في الدلتا تي. عندي الريت اوف هيت ترانسفير. طيب نيجي بقى ناخد التي عباره عن الكيو بقى عباره عن ايه بقى؟ الكيو في الاريا على الام دوت سي بي زائد التي اي بتساوي كل ده بيساوي ايه؟ التي اكس. ده بنسميه ايه بقى؟ المين فلو تمبريتشر ات ذا تيوب اكزيت. ماشي؟ طيب ناخد بالنا ايه بقى؟ ذا مين flow temperature increase linearly، درجة الحرارة بتزيد خطي in the flow direction باتجاه السريان، كل ما بتحرك في اتجاه السريان درجة الحرارة بتزيد. طب فأنا في عندي T exit وفي T in، يبقى أنا عندي هنا T المين أو اللي هي T المتوسط. الدلتا T بتساوي T surface معايا ناقص T mean. طيب since the surface area increase linearly in the flow direction، ال area surface is equal to perimeter أو المساحة الجانبية للماسورة which constant time the tube length. طيب the surface temperature in the case of constant surface heat flux، ال heat flux اللي هو ال Q dot small can be determined H في TS ناقص T mean. يبقى انا هنا دلوقتي التي مين بتاعتي، يبقى احنا لو تلاحظ ان انا عندي هنا فيه عايز اجيب معامل انتقال حراره على السطح. طيب انا كميه الحراره اللي داخله كانت عباره عن ايه؟ الام دوت في السي بي تي اي ناقص تي اكزت، يبقى الاكزت ناقص الانلت. خلي بالك دلوقتي انا عندي التي اكزت والتي انلت، تمام؟ وعندي التي سيرفيس والتي مين. يبقى انا هنا عشان اجيب
معامل convective heat transfer coefficient وانا ال QS هي هياها ال QS الموجود عندي هنا ديت معايا. فخلي بالك امتى بتستخدم ال T surface وال T mean وامتى بتستخدم ال exit وال inlet. طيب جبنا احنا ال QS من هنا بنيجي نعوض بقى عايزين نجيب ال T mean ماشي. انا عندي ال T surface طيب ال T S بتساوي ال T mean زائد ال Q surface على ال H. طيب بعد كده الحالة التانية يبقى احنا انتهينا من الحالة ديت ال inlet وال exit وال mean. ومن امتى هنا بنقدر الدلتا تي السيرفس ناقص المين بتساوي الكيو سيرفس على الاتش ديت في حالة الكونستانت هيت فلكس. يبقى ديت الحالة الاولى. الحالة التانية كونستانت سيرفس تمبريتشر يبقى سطح الماسورة بتاعي ثابت